متأخر يا حاج. متأخر حبيبي. مالك يا حاج؟ شكلك بيقول إن مزاجك وحش. تصدق بالله؟ أنا كمان زيك بالظبط. أنا طول الليل إمبارح دماغي عمالة تضرب تقلب ولا عرفت أنام ولا دقيقة. ليه يا ابني وأنت مالك بس؟ أمال إزاي يا حاج؟ ما إحنا اللي طلعنا خسرانين من الهيصة اللي حصلت إمبارح دي. خسرانين إزاي بقى؟ خسرانين إزاي إيه؟ الواد ركب ودلدل رجليه يا حاج. لا ده متهالك. بكرة تشوف أبوك عامل إيه. متهالي إزاي يا حاج؟ ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا، وأكتر من كده كمان قال أدبه عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا. معلش معلش. الصبر طيب يا يوسف، استنى عليا. تقصد إيه يا حاج؟ بص يا يوسف، إحنا دلوقتي الغلط ركبنا. والواد عمل فيها شهم، ما رضيش يجيب سيرتي قدام البوليس. وبعدين امه لسه في المستشفى، يعني النيابه شغاله. وده لو غير اقواله ممكن يدخلنا في سين وجيم وموال ما احناش قده دلوقتي. يعني ايه يا حاج؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انت ناوي تسيب الواد يا حاج؟ اسيب مين؟ صبرك بالله. اقسم بالله لوريه ايام اسود من القرن الخروف.